وجي السبلي بتاعنا بعد ما طلع طبعا وذوقناه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة هعمل معاكم السبلي. كل اللي هنحتاجه هنا، انا عندي 4 كوبايات دقيق، كوباية العيار كوباية دي، طبعا العيار اللي بتعيري بيه الدقيق، بتعيري بيه السمنة، بتعيري بيه السكر. عندي كوباية وربع زبدة، ده الربع ودي الكوباية، وعندي 3/4 كوباية سكر، نفس الكوباية يعني كوباية لربع سكر ناعم. وعندي بيضة عليها فانيليا. اول حاجة بنزل طبعا هنا ربع كوباية سمنة، بنزل عليهم الكوباية، وبعد كده بنزل بالسكر، وبضرب طبعا خليط السكر مع السمنة. طبعا بتضربي لحد ما يبقى الخليط ابيض خالص. طبعا نضرب جامد لحد ما لونه يفتحها بالطريقه دي. بنزل بالبيضه، بيضه عليها فانيليا، نزل طبعا الدنيا كده، بنجيب طبعا الدقيق، بننزل بالتدريج، نجيب الدقيق وننزل حبة دقيق طبعا منخول وعليه ذرة ملح، بتعجني طبعا، ننزل بقية الدقيق، بتلمي كده العجينة، بتلمي لحد ما تلاقي الدقيق اتلم خالص واتكونت معاكي عجينة، تبتدي تشكليها. بدأت العجينة تلم معايا زي ما احنا شايفين. لو حسيتي العجينة ناشفة معاكي ممكن تحطي 2 معالق سمنة تاني. انا هنا احط لها 2 معالق سمنة، حطيت لها حتة سمنة كده حوالي 2 معالق، تمام كويس. تقابلني لحد ما العجينة تلم معاكي، تقدري تقابلني. لو حاسة ان العجينة ناشفة في ايدك ممكن تحطي شوية لبن تطريها، يعني انا كده يعتبر حطيت 1.5 كوباية سمنة على 4 كوبايات دقيق والبيضة والفانيليا. طبعا حسب الدقيق كل واحدة، لو انت حاسينيش تحطي حبة لبن وطري بيها زي ما احنا شايفين كده. طب كونت العجينة، بتيجي طبعا نشكلها،
بتبتدي طبعا تشكلي العجينه. ما طبعاش عايزه انا هحطها على ورق زبده. بجيب ورق زبده واحط حته من العجينه. طبعا عشان النشابه تمشي فيها بحط عليها حته ورق زبده تاني كده من فوق، وبتيجي النشابه امشي وافضل اطرب فيها في نفس الوقت تبقى نفسها رائعة. لحد سمك 2 مللي. توصلي للصمت اللي انت عايزاه، بتجيبي القطعات بتاعتك زي ما انت عايزه. من هنا عندي قطعه زي ما احنا شايفين، زي ما انت عايزه الشكل اللي يعجبك تعمليه. دهنيها زيت الاول قبل ما تعمليه عشان تطلع بسرعه. ادي شكل قلب، تفضلي تقطعي كده، بعد كده ترفعيهم بالراحه ورق الزبدة. شايفين كده؟ وترصي طبعا في الصينية. الصينية حتى ورق الزبدة كنت مستعمليها في البسكوت. طبعا ترصي بعد ما تخلصي تقطيعها خالص. زي ما احنا شايفين طبعا ليك حرية الاختيار الشكل اللي انتي عايزاه. طبعا بنشيل بالراحة كده، بنرفع ورق الزبدة وبننزل القلب كده اللي احنا قطعناه بالراحة، وترصي في الصاج. الشكل ده بتخلصي طبعا الكمية اللي انت عايزاها بالطريقة دي. هنا احنا شايفين رصيتهم في القلب. هنا طبعا اللي بيطلع بعيد تاني بعزمه تاني بلمه بعد بشكله تاني زي ما انا عايزه. خلصت كده الصاج بنفس الطريقه. نحط طبعا في درجه حراره 180. انا مسخنه الفرن، بعد ما سخنته على درجه حراره 180 بهدي شويه، وبعد كده بحط لغايه ما ياخد لون من تحت. خلي بالك عشان ما يتلسعش زي البيتشوفور بالظبط. تعمليه معلقه البيتشوفور ياخد لون من تحت ذهبي، يبقى كده خلاص فردنا جزء تاني بنفس الطريقة. ونقطعه بأي شكل تاني انتي تفضليه. تقطعي احنا شايفين ده شكل برضه. تقطعي كل طبعا احنا على المقادير اللي احنا حطيناها دي. لو عايز عندك بيض احمر كبير اللي هو البيضه الكبيره دي بتحطي بيضه، لو ما فيش البيض الاحمر لو عايزه تحطي بيض بلدي حطي 2 عشان البيض بلدي اصغر من البيضه الحمراء الكبيره. احنا شايفين بتشيلي طبعا وترصي في الصينيه. وادي السابلي بتاعنا بعد ما طلع من الفرن طبعا بيرد وزوقناه.
طبعا الذوق انش اختياري بالذوق اذا ما انش عايزه زي ما احنا شايفين. ان شاء الله يكون عجبكم وتنفذوه، لو عجبكم ما تنسوش تعملوا كومنت ولايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.